لمزيد حول البيان الذي أصدرته هيئة علماء المسلمين في العراق بشأن قرار هدم جامع سراجي في قضاء أبي الخصيب، ينضم إلينا عبر الهاتف مقرر القسم السياسي في الهيئة الدكتور ثامر العلواني. دكتور ثامر، بداية السلام عليكم. أصدرتم في هيئة علماء المسلمين بيانا تدينون فيه قرار هدم وإزالة جامع سراجي في أبو الخصيب بالبصرة، كيف تصفون هذا القرار دكتور؟ حياكم الله اخي الكريم ومشاهدي قناه الرافدين الافضل. حقيقه ما شاهدناه اليوم من هدم لمسجد جامع السراجي في محافظه البصره في منطقه ابي الخصيب، وهو جامع تم بنائه منذ 3 قرون، هي جريمه من سلسله جرائم طائفيه ترتكبها احزاب السلطه وميليشيات المواليه لايران بدوافع طائفيه مقيته، ابتداء باغتيال العلماء في البصره والاستيلاء على المساجد وتهجير العوائل بهدف التغيير الديمغرافي، وهذا على مر ال20 سنة الماضية كانت هذه الممارسات موجودة، وربما هي هدأت في السنوات الأخيرة مؤقتا، لكن الممارسات الطائفية بدأ دعاتها يتحدثون بكل وقاحة وأمام الملأ بالتحريض الطائفي بين أبناء الشعب العراقي الذي رفض الطائفية بكل أبعادها. وقد كانت ثورة تشرين هي الحلقة التي فصلت ما بين الماضي والحاضر، ما بين الطائفية المقيتة التي جاء بها أحزاب السلطة وما بين الشعب الذي رفض الطائفية وأظهر ذلك من خلال ثورة تشرين. ولكن أحزاب السلطة وميليشياتها بعد أن فشلت في إدارة البلاد على مدار 20 سنة، وبعد أن فضح أمرهم وسرقاتهم وجرائمهم التي أزكمت الأنوف، عادوا إلى الأفعال والممارسات الطائفية التي لا يجدون غيرها، وبدأوا بعد فشل بدأ ذلك بعد فشل مقتدى الصدر في مواجهة الإطار التنسيقي، فبدأ يجتر التصريحات الطائفية البغيضة ثم المالكي وتهجمه الطائفي البغيض، وأخيرا وليس آخرا هو هدم مسجد الجامع السراجي من قبل أسعد العيداني، وهو معروف بأنه أحد أدوات الأحزاب الطائفية والميليشيات الموالية لإيران. ظهوره كان الإعلامي وإعلانه هدم المسجد كان بكل وقاحة، ظهر متبجحا بجريمته وكأنه قاد نصرا عظيما على أعداء العراق، وتناسى أنه قد أساء إلى العراق وتاريخ العراق وحضارة العراق، وأنه ارتكب محرما عظيما بأنه هدم مسجدا وبيتا من بيوت الله تعالى. والله تعالى يقول: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها، أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فالخزي والعار على أسعد العيدان الذي أصر على مدار أشهر على هدم المسجد، وكل من سانده وتواطأ معه وصمت على هذه الجريمة وهدم بهدم مسجد السراجي ومشارك في الخزي والعار عليهم جميعا، لأن هدف العيداني هو محو آثار هذه المدينة، محو هوية أهلها، ولكنه نسي أمرا مهما، أن من بنى البصرة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد عتبة بن غزوان، وهي أول مدينة إسلامية بناها العرب خارج شبه الجزيرة العربية. فمهما فعلوا ومهما حاولوا أن يمحوا هوية هذه المدينة فسيخطئون، وستذهب كل ما يقدمونه من أفعال إجرامية هباء منثورة. طيب دكتور ثامر، هناك شيء أشبه بكرة الطائرة ما بين الوقف السني وما بين أسعد العيداني، كل يريد أن يرمي الكرة بساحة الآخر. أسعد العيداني محافظ البصرة يقول إن قرار الهدم تم بعد موافقة ديوان الوقف السني، ديوان الوقف السني يقول إنه أصدر بيانا بأن القرار جاء على خلاف ما تم الاتفاق عليه، ونحن نرى أن الإرث الحضاري لتاريخ العراق يهدم بكل بساطة وبشاعة. بعمر هذا الجامع يعني أكثر من 3 قرون يهدم لأنه يسبب حسب ما يقولون ضيق للطريق، في حين أن الكثير من الدول عندها قيمة كبيرة وتاريخية وحضارية للآثار ولها قيم ويتوجب حمايتها. في العراق نرى خصوصا بعد الاحتلال حكومات عام 2003 وإلى الآن هناك تسلسل في إبادة كل الصروح الحضارية في العراق. هنا الوقف السني ما هو دوره؟
حقيقة الوقف السني في البصرة، مديرية الوقف السني في البصرة متواطئة، هذا أمر لا يخفى على أحد، ولكن لا يحق لا لأسعد العيداني محافظ البصرة ولا لمديرية الوقف السني في البصرة أن تهدم منارة عمرها 300 عام، لأن أولا المسجد والمنارة والأرض التي بني عليها هي أرض وقف، ولا يحق لا قانونا ولا شرعا التصرف بها إلا في حدود معينة، ولا يجيز العلماء جميعا سواء حتى المذهب الشيعي والمذهب السني جميعا يتفقون على أن الموقوف لا يمكن التصرف به، وليس لمحافظ البصرة ولا لمديرية وقف البصرة لها الحق، وحتى في القانون العراقي لا يجوز التصرف في المساجد وهدمها، هذا أمر مفرغ منه. الأمر الآخر، أسعد العيداني تجاوز كل الأعراف وكل القوانين وكل الشرائع، وهو لم يستشر ولم يتفق مع ديوان الوقف السني التي هي الجهة الرسمية التي يجب على العيداني وغيره أن يخاطبوها، وديوان الوقف السني كان بيانه اليوم قد صدر بأن هناك تجاوز ولم نعلم أصلا بالأمر. ثانيا، الأمر قبل أشهر حاول العيداني أيضا أن يهدم المنارة، وأصبحت هناك ضجة إعلامية، وصدر هناك بيان من الوقف السني بأنه لا علم لنا بأي قرار بهذا الأمر، ولم يستشر ديوان الوقف السني بهذا. إذن الأمر هو خلاف القانون وخلاف الشرع إن كان هناك قانون، ولكن ما فعله العيداني اليوم هو يدل دلالة واضحة على أنه ليس هناك في العراق قانون، ولا يوجد في العراق دولة، من يحكم العراق هم عصابة، هم ميليشيات يتحكمون في البلاد كيف ما شاءوا ومثل ما يريدون، وهدم المسجد كان واضحا في هذا الإطار، لأن هدم المسجد هو طيب هل يستطيع هو مع غياب القانون مع يعني حكومة العراق، ولماذا لا أحد يتكلم ويحاسب العيداني على جريمته؟ إذن يجب طيب. على دكتور ثامر. من ارتكبها أن يحاسب. دكتور ثامر، يعني بعد إخلاء ديوان الوقف السني مسؤوليته من هدم جامع السراجي وأنه يعني جرى خلافا للاتفاق، أليس من المفترض به بالوقف السني رفع دعوة قضائية ضد أسعد العيداني أم أنه لا يستطيع؟ نحن نعلم أن أسعد العيداني هو أحد أدوات إحزاب السلطة وميليشيات محافظة البصرة، ومحافظة البصرة تمر بأزمة كبيرة من خلال تسلط الميليشيات ونفوذها في البصرة وموانئ البصرة ومنشآت البصرة، والفساد المستشري المالي والإداري في البصرة كبير جدا. العيداني هدم منارة الجامع بكل وقاحة، وفي مشهد يظهر مدى استخفاف مشاعر أهل البصرة وأهل السنة في العراق والعالم جميعا، وقد ضرب بكل القوانين عرض الحائط ولم يستطع أحد أن يوقفه، وهذا مؤشر كما قلت لك هو على عدم وجود دولة في العراق ولا يوجد أي، ولكن هل يستطيع ديوان الوقف السني أن يرفع دعوة؟ طبعا هو من ناحية الأمر النظري يستطيع، ولكنه لن يفعل، نحن نعلم ذلك لن يفعل، لأن نحن نتكلم عن دولة ميليشيات ولا نتكلم عن دولة حقيقية في العراق. دولة ميليشيات من لها سلاح والسلاح منفلت. هناك تصريح لخالد الملة بأن جامع السراجي بائس وأنه يقطع طريق المسلمين، ووصفه وصف الممانعين لهدم الجامع بأنهم مجموعة صعاليك، يا ترى يعني هذا الأمر كيف تعلق عليه؟ والله احنا هذا الشخص يعني ما يستحق أن يذكر أصلا، فهو مواقفه واضحة وخذلانه واضح وتواطؤه مع الميليشيات واضحة، وهو مناصر للمجرمين، مناصر لمن سفك الدماء، مناصر لكل أفعال الإجرام التي يقومون بها، وهو لا يحسب على مصافي العلماء ولا طلاب العلم، وإنما هو منافق ومعلوم يعني هذا أمره. ولكن لو تكلمنا عن موقفه هذا من ناحية الشرعية، فهو يخالف الكتاب والسنة، وهو يتجرأ على بيت من بيوت الله، هذا أمر. الأمر الآخر، نحن لا ننسى أن الجامع وجد قبل الطريق، فالمتجاوز على الثاني هو الطريق وليس الجامع، فكان الأولى بخالد الملا وغيره أن يكون صادقا وصريحا وواضحا. ربما هو لا يعلم، ربما هو معذور لأنه لا يعلم قيمة هذا الإرث الحضاري، يعني هذا الأمر يتطلب
دراية وعلم وثقافة، ولا أعتقد أنه يملكها، يعني من وجهة نظري الشخصية، ومن من الأفضل أنه لا أقول وجهة نظري الشخصية، لكن بلدي الآن هو يتعرض لهذا التدمير الكامل بإرثه الحضاري، وهذا شيء لا يمكن السكوت عنه. أخيرا دكتور ثامر، يعني كيف ترى دور القوى السياسية التي تقول إنها تمثل السنة، يعني بعد تكرار التجاوزات على الرموز الدينية، سواء ما حدث من المالكي منذ أيام وما حدث من العيداني يوم أمس؟ حقيقة موقف الأحزاب ومن يدعون تمثيل السنة سياسيا موقف مخزي، موقف لا يمكن يعني لأحد أن يعذرهم فيه. فالمالكي تجاوز على رموز أهل السنة، تجاوز على الصحابة الكرام، ولم نرى منهم موقفا ولو يعني مثل يعني ذر الرمادي على العيون. موقفهم كان مخزي، موقفهم كان بهم أن يقفوا وقفة رجل واحد ضد هذه التصرفات، نصرة لدينهم، نصرة لمذهبهم، نصرة لتاريخ الإسلام جميعا، ولكنهم تعودنا عليهم. هم سكتوا أمام سفك الدماء، سفكت دماء آلاف العراقيين وشرد ملايين العراقيين، استبيحت مساجد كثيرة وهدمت وأحرقت ولم يحرك أحدهم ساكنا. فلا نستغرب عندما يصمتون عن تصريحات المالكي الطائفية ومن قبله مقتدى الصدر، وأيضا هدم المسجد اليوم، كلها في إطار الطائفية. فإذا هؤلاء صمتوا عن جرائم يدعون أنهم جاءوا لنصرة من يمثلونهم، ولكنهم كاذبون، لأنهم أصبحوا متواطئين مع المجرم في ظلم وسفك وهدم كل ما يتعلق بمن يدعون أنهم يمثلونه. شكرا جزيلا دكتور ثامر العلواني، مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق.